لعيبه ليها قيمتها وليها وزنها في منتخب مصر. فجيل يعني من الذكريات الحلوه اللي الواحد الحمد لله عمل لنفسه حاجه زي ما قلت لك رساله للعيبه. يعني قبل ما نخش في تفاصيل انا كلاعب عليا دور كبير جدا، عليا دور اللي انا عايز احقق حاجه. ممكن المدرب يغلط وده هنتكلم فيه فنيا اكيد. أيوة في حاجات كتير لكن روح اللعيبه مع بعض لازم يبقى لها دور. بترتبط برضو بامكانيات وقدرات برضو يا ابو كباتن، يعني امكانيات طبعًا. برضو اللعيبه وقدراتها، يعني مش عايز احط مقارنات عشان محدش يزعل أكيد. لكن في النهايه انتوا جيل صعب تكراره، يعني بتكلم من اول عصام الحضري طبعا معانا الحمد لله محمد شناوي حاجه جميله، لكن خد بقى الخطوط كلها تمام موضوع صعب تكراره تمام. ودي نبته الارض، ده بقول نبته الارض دايما، حتى الارض وانت راجل ليك في الزراعه شويه في وقت ماليش في الزراعه، ماليش في الزراعه خالص، ما عندكش حته ارض كده مباني بس مباني مباني ايوه لا يعني دايما المزارعين يقول لك نبته الارض السنه دي طبعا شرف يعني لينا طرح. طبعا فالطرح بتاع جيلكم كان طرح صعب الارض طبعًا. يعني الارض ولاده ومصر ولاده وكل طبعًا. حاجه طبعًا. لكن طبعًا. جيل برضو له امتيازات غير طبيعيه طبعا.